ولا لا؟ طبعا هو لكل فئة عمرية أسبابها بتختلف. يعني أنا تمام. لما يجيني الطفل عنده سنة أو سنتين بيشتكي من إمساك، هفكر في أسباب غير اللي هفكر فيها في حد عنده 60 أو اي 70 سنة. اي الأطفال مثلا، حتى الأطفال نفسهم جوه الفئة العمرية بتاع الأطفال دي أنا بقسم برضو الفترة بتاعتي. يعني أقل من سنة بشك في حاجة خلقية، في مرض خلقي مشهور قوي اسمه هيرش سبرانج ديزيز. ده عبارة عن إيه المرض ده؟ بيبقى فيه جزء من القولون، بيبقى غالبا اخر القولون خالص، خلقيا كده الطفل ده مولود الجزء ده مش متغذي بالاعصاب بتاعته، حته كده في القولون ما فيهاش الاعصاب اللي بتغذيها. ايه اللي بيحصل عند الطفل ده؟ ايه؟ ان الحته دي بتبقى تتملي ضيقه، برضه. بتبقى ضيقه ما فيش فيها حركه، بتبقى واقفه كده على طول. فبالتالي اللي بيحصل ان الاكل او الفضلات بتتخزن فوقيها، يبقى الطفل ده عنده هذا المرض، بيبقى عنده امساك، ايوه. اخراج عنده بصعوبه جدا، وبنضطر ان يكون حله الامثل هو جراحيا، انك انت بتخش استئصال الجزء ده. استئصال الجزء ده وتوصل الجزء السليم بالجزء السليم وخلاص. ودلوقتي يمكن حاليا بيعملوا العمليه في سن صغيره خالص، يمكن كان زمان بيستنوا لحد ما الطفل يكبر شويه، دلوقتي لا، ممكن في خلال 3 شهور من الولاده بيعملوا وبالمنظار العمليه، ممكن ولا بتبقى؟ وممكن دلوقتي بالمنظار كمان تتعمل وتبقى اسهل حتى من قبل كده. لو طفل اكبر شويه من سنه، وطول طول السنه اللي هي كان السنه العمريه الاولى دي ما كانش بيشتكي من حاجه، وبعد كده بدا يشتكي من ابحث عن الاكل. ابحث عن الاكل، ابحث عن هل، والاطفال بقى الاكبر من كده شويه وخصوصا اليومين دول، هل بقى هو دلوقتي الطفل ده من نوعيه الطفل اللي بيتحرك، ولا من الطفل اللي قاعد ماسك التاب طول الوقت وبينسوا نفسهم؟ الاطفال ايوه. ممكن ينسى نفسهم، يقعد على التاب لا بالساعه بيشرب ولا والاثنين وبعدين بيتحرك يخش ولا اي حمام حاجه. وناسي ايوه. نفسه، يعني مش بيفكر يخش حمام. فدي من الحاجات. وبرضه الاطفال اللي بتاكل دلوقتي برضه وجبات سريعه، الوجبات السريعه اللي هي ما فيهاش الياف الدهون خالص، فقط وما ما فيهاش فيش الياف حاجه. خالص، وبينسى نفسه برضه، ما بيحبش ياكل الحاجات اللي فيها الياف، وينسى نفسه الميه. فبرضه ده مرتبط بالعادات بالعادات. الغذائية عند الأطفال.